في دولة الإمارات أولت القيادة الرشيدة قطاعي الغذاء والدواء اهتماماً كبيراً، ووضعت الخطط والبرامج وأسست العديد من المؤسسات وأطلقت المبادرات لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير بيئة صحية للجميع، الأمر الذي أحدث تأثيراً إيجابياً على مسيرتها التنموية. نتذكر معاً خلال جائحة كورونا وفي الوقت الذي عانت فيه الكثير من الدول أزمات في تأمين الغذاء وتوفير الدواء، كانت ولا زالت دولة الإمارات وبفضل سياستها الاستراتيجية وبرامجها الناجحة من تجاوز الأزمة، بل وساهمت أيضاً في مساعدة العديد من الدول والشعوب لتأمين احتياجاتها من غذاء ودواء. ونتذكر أيضاً عندما أعلن وبكل وضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله بأن الدواء والغذاء خط أحمر في دولة الإمارات، وأن الدولة وبفضل من الله قادرة على تأمين الدواء والغذاء دوماً. مساكم وطن.